موران. الحكاية ابتدت بإيدين عمال ومهندسين قرروا يبنوا المستحيل، وعلى قد ما يكون الهدف واضح ومحدد وكبير، يكون الفكر والإرادة والتخطيط. وعلشان كده لما فكرت موران تبدأ طريقها في دنيا البناء والتشييد، كان لازم تبدأ طريقها بفكرة، والفكرة تحتاج لإرادة قوية وعزيمة صلبة. بدأنا خطواتنا من عام 1995 وسط عالم واسع من التحدي والمنافسة. شركة موران ابتدت زي أي شركة، تبتدي صغيرة وبالتدريج بنبتدي إن إحنا نكبر. إحنا كشركة عندنا البرانش أو الفرع اللي خاص بإن إحنا بنبني ذاتي، وعندنا القسم اللي خاص إن إحنا بنبني الحساب الغير. اهتمينا قوي بإن إحنا نشارك المالك فكره. وكانت المعادلة اللي صممنا عليها بشكل أساسي مهما واجهنا من صعوبات، وإننا نقدم أفضل مواصفات بأفضل سعر في أقل وقت. والدليل واضح زي الشمس اللي بتطلع علينا في مواقع العمل وبتغيب وتشهد لينا بالجهد المتواصل. لكن شركة موران على وجه التحديد، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعطلها الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين في موقع العمل. ومع الحلم والفكرة والعلم والإرادة، فريق من الخبراء والمهندسين على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب والإبداع، تتوافق مع مفهومنا عن الإنجاز السريع بأدوات علمية حديثة، تحقق أهداف موران البعيدة والممتدة، وهي بالطبع أهداف مفتوحة وبدون حدود. تم اختيار فريق العمل في موران، واللي بيتكون من عمال وفنيين مدربين تدريب عالي جداً للحصول على الكفاءة المطلوبة في الأداء والإنجاز. وفي كل موقع أو مشروع من مشروعات موران بنشوف سيمفونية ممتعة في الأداء، لأن الوقت عندنا له ثمن، وثمن الوقت هو اسم موران، خلية نحل، سواعد فتية، شباب يفرح بيشتغل بحب وفن واستمتاع. أنا أحمد، مهندس بشركة موران. أنا بحب موران. أنا كمان. موران، الاسم القادم في عالم التشييد والبناء. وطلعنا خطوة لقدام، وتعاقدت موران على إنشاء مصنع على مساحة 16 فدان، بداية من أعمال التشييد والبناء وإنشاء كافة المرافق والشبكات الرئيسية والطرق والتشطيبات الداخلية والتركيبات الكهروميكانيكية. تعاقدنا على إنشاء المشروع الضخم ده، وبالفعل قبلت موران التحدي ونفذت وعدها. تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، مبنى على مساحة 20,000 متر في 6 شهور بس، وكانت المدة المحددة للإنجاز 9 شهور، وده معناه إننا بنواصل الليل بالنهار. وابتدينا نركز في المجال الصناعي، والمجال الصناعي ما كانش بعيد عنا الفترات السنين اللي فاتت. المجال الصناعي، وأقصد بالمجال الصناعي التنفيذ الأعمال الصناعية أو تنفيذ المشاريع الصناعية أو المشاريع التخصصية. لما دخلنا في الفترة في 2005 و2006 و2007 في بعض المشاريع التخصصية زي محطة المياه بتاعت أبو زعبل، وزي بعض الشغل في مطار القاهرة مع شركة باس، وأمور أخرى كثيرة. إيه هو التفكير الصح؟ إنك تدرس المشروع معاه دراسة وافية. ده التطور الثالث بتاع الشركة، إن إزاي تبتدي تدرس المشروع كأنك مالك هذا المشروع في مدينة العبور، وده مشروع صناعي ضخم جداً على مسطح حوالي 16 فدان. إن اللي بيحصل في هذا المشروع إن إحنا بدأنا هذا المشروع بإن إحنا شفنا الدروينجز بتاعته أو الرسومات بتاعته، وشفنا التخطيط العام بتاعه، وحطينا رأي بديل لهذا الموضوع، والحقيقة توافق عليه من كل الجهات المعنية والمالكة لهذا المشروع. توافق عليها فنيا من جهات استشارية، فخد قراره على طول، ادي شركة موران الشغل وخليها تنفذ. من عمل لعمل، من مشروع لمشروع، من إنجاز لإنجاز أكبر، مشينا بفضل الله بخطوات محسوبة. أنشأنا محطة مياه جمعية أحمد عرابي في منطقة أبو زعبل، وتحتوي على خزانات بحجم 850 متر مكعب خرسانة لتغذية 3000 متر مكعب مية. تعاقدت موران على تنفيذ المشروع في 6 شهور، وتم تسليمه في 5 شهور بس. أنا طموحاتي بالنسبة للشركة بلا حدود. مش هنبطل نحلم، مش هنبطل نطمح
وننظر لما هو أعلى، وطول ما احنا بصين للشعار بتاعنا وشايفين المعنى اللي موجود فيه، فاحنا مستمرين على النجاح، مستمرين على العطاء. أنا هيكون ليا الشرف شخصيا وجميع العاملين في شركة موران إن حضرتك هتنضم للائحة العملاء المحترمين للشركة. صحيح عايشين على أرض مصر الغالية، لكن عينينا خارج الحدود، مش بس مصر ولا الوطن العربي ولا العالم كله. هدفنا بجد الكرة الأرضية. موران، فكر جديد في عالم البناء.